نعاني في غزة، وأنا دق ناقوس الخطر أمام كل الشعوب العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي، وأنا أقول لكم غزة تناديكم وغزة تصرخكم اليوم ألا تتركوا غزة وحدها. اليوم يا أخي الكريم القصف المدفعي وقصف الطيران الحربي قصف مستمر دون توقف بشكل عشوائي وشكل همجي يستهدف الآمنين في بيوتهم، ومع انقطاع وسائل الاتصال وانقطاع الانترنت وكل الاتصالات في اليومين الماضيين واجهنا صعوبة كبيرة يا أخي الكريم في الوصول إلى الإصابات وتحديد أماكن القصف. إحنا نبعث الإسعافات تنادي ونبعث الإسعافات وين بنلاقي مكان قصف أو أحد المصابين ممكن يصل إلينا على طريق كار أو على طريق توك توك أو سيارة بسيطة ممكن يصلنا فنتحدد مكان الاستهداف. فواجهنا صعوبة شديدة في الوصول إلى أماكن الاستهدافات، وصعوبة القصف وقصفة القصف كانت في مناطق الشمال أكثر، يعني تواصلنا مع بعض الإخوة في الشمال عن طريق بعض الصحفيين. القصف هناك همجي ومستمر وعشوائي ودمرت مئات البيوت على رؤوس ساكنيها، هناك آلاف آلاف المفقودين يا أخي الكريم تحت الأنقاض ما زالوا، وهنا عدد الشهداء الآن لا يمكن إعطائك أي إحصائية دقيقة. عدد الشهداء وعدد المفقودين الآن في ظل انعدام وسائل البحث عن المفقودين، الدفاع المدني والناس وعامة الناس تدور على المفقودين بأيديهم وبأبسط الوسائل يا أخي الكريم. أما عن الوضع الصحي، أنت تسألني عن الوضع الصحي، وإحنا نقول أن وزارة الصحة أعلنت عن انهيار المنظومة الصحية، ويا أخي الكريم هذا مش خبر إعلامي، هذا حقيقة، ونقسم بالله على هذا الواقع أنه واقع مرير جدا جدا يا أخي الكريم، نعاني فيه عجزا في كافة المستهلكات الطبية. والوقود الآن يا أخي الكريم، إحنا الآن صرنا ما نستخدم الوقود ونشغل المولدات إلا للضرورة القصوى أو في حال فتح العمليات أو استقبال عدد كبير من الإصابات. الآن نعاني نقصا حادا في كل المستهلكات وفي كمية السولار في المستشفيات. ومرة أخرى ونعيد نفس الكلام يا أخي الكريم، على أمل أن تتحرك أو ننادي نخوة المعتصم في أمتنا العربية والإسلامية، نقول لكم يا أخي الكريم أين أمتنا؟ من قادر يدخلنا يا أخي الكريم مساعدات إنسانية، زجاجة ماء يا أخي الكريم مش قادرين يدخلوا لنا، في ظل أنه الغرب يمد إسرائيل بكل وقاحة وكل صفاقة بكل العتاد. رئيس الوزراء البريطاني يا أخي الكريم جاء على متن طائرة عسكرية، رئيس الوزراء الفرنسي، أمريكا أرسلت يا أخي الكريم بارجات عسكرية وجنود مالين تحاول اقتحام غزة يا أخي الكريم، ونحن بندعم غزة على استحياء وعلى حياة. ونقول اليوم ونوجه رسالتنا لكل الشعوب العربية والإسلامية، ونعيد نفس الكلام يا أختي الكريمة لنقيم الحجة عليكم أمام الله عز وجل. إحنا يا أختي الكريمة أخبارنا بإذن الله تعالى نحن صامدون وصابرون، وبإذن الله تعالى نحن لن نستسلم بإذن الله تعالى، إما أن ننتصر أو نموت ونصعد إلى الجنة بإذن الله تعالى شهداء، وهذا خيار بإذن الله تعالى لن نتنازل عنه مهما حدث. يهدد بقصف المستشفيات، تخطف المستشفيات. نعم. دكتور صهيب، بالحديث عن المستشفيات، هل ما زالت التهديدات مستمرة؟ هل ما زلتم تتلقون اتصالات خاصة بتهديدات المستشفيات؟ وماذا اسمعني دكتور صهيب، أريد أن أسأل عن موضوع المساعدات، هل وصلت أي نوع من أنواع المساعدات إلى المستشفى الكويتي؟ من أول شغلة يا أختي الكريمة، بالنسبة للاتصالات الاحتلال لم يعد يتصل، الاحتلال بلش يخرج مؤتمرات الآن ليبرر قصف المستشفيات يا أختي الكريمة. وزارنا الصليب الأحمر قبل أيام وفتش المستشفيات وتفقد المستشفيات، وكانت في رسم زيارة يعني موثقة وتعاطفوا وأبدوا تعاطفهم واتجاههم الكيان الصهيوني، لكن كان ردهم ضعيف وهزيل، إنهم ما لهم رد والكيان الصهيوني لا يستجيب لهم يا أختي الكريمة. المستشفيات غير آمنة، طائرات الانتحارية وطائرة الإطلاق تعلق بشكل مكثف فوق المستشفى، وطيران هي طيران، وأنا أتكلم معك الآن طيران يحلق فوق كل محافظة رفح الآن بشكل مغير. الآن يا أختي الكريم أنا سأجيبك على سؤال يا أختي الكريم، وأنا أقول الرسالة اللي كنت أوجهها للأمة العربية قبل أن أجيبك على أسئلتك، أن نحن المطلوب منكم ألا تغادروا الميادين يا أختي الكريمة، أن تعتصموا في الميادين والساحات وأمام السفارات وأن تطالبوا بضرب السفراء، وهذا أمانة في أعناقكم، ألا تتنازلوا عن هذا الكلام. أما بالنسبة يا أختي الكريمة لسؤالك، وأنا جاوبتك على سؤال قصف المستشفيات، راح أجاوبك. قصف المستشفيات يهدد بقصفها ولا يهدد بقصفها؟ ما زال الاحتلال يبرر يخرج في مؤتمرات يبرر قصف مجمع الشفاء، أكبر مجمع وصالح طبي في غزة، بكل وقاحة، ولم يبدي العالم أي استجابة على هذا الموضوع يا أختي الكريمة. الآن يا أختي الكريمة نقصف المستشفيات، عندما تسمعوا بقصف المستشفيات اعلموا أن آلاف الناس وآلاف الشهداء هنا.
أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية واللي حكينا عنها يا أختي الكريمة، نعم، لم يصل لمستشفيات وزارة الصحة أو أي مستشفى أي جزء من المساعدات الإنسانية. هذا رقم واحد يا أختي الكريمة. نعم. المساعدات دخلت إلى مخازن الوكالة. الشغلة الثانية يا أختي الكريمة، نوعية المساعدات التي وصلت، نوعية المساعدات التي وصلت وثقها الإعلام يا أختي الكريمة، عبارة عن مسرحية هزلية، بعدين لغزة فحوصات كورونا وأكفان ومعلبات وماسكات وجلف وكمية بسيطة من الأدوية. يا أختي الكريمة الآن ما يحدث الآن، يا أخي الكريم ما يحدث الآن، مسرحية هزلية. ومرة ثانية نأكد عليكم، موضوع المساعدات الإنسانية مش هو مطلوبنا الآن، نطالب أن يتم فتح معبر رفح بشكل مستمر وأن تتدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر، وأن يتم إلقاء الجرحى يا أخي، لأن الجرحى المستشفيات الآن مليئة بآلاف الجرحى، والعمليات متوقفة بشكل كامل. إحنا ما بنعمل عمليات إلا عمليات إنقاذ الحياة، العمليات كلها مؤجلة. نحن بحاجة إلى إدخال وفود الطبية بشكل عاجل، وفود الطبية المميزة لجراحة العظام وجراحة الترميم وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وجراحة التجميل، الجراحات الأساسية. نحن بحاجة الآن إلى إدخال وفود الطبية بشكل عاجل. نحن الآن بحاجة أكبر إلى إيقاف هذا العدوان بشكل فوري. هذا العدوان الهمجي على شعبنا يجب أن يتوقف. نعم. مسرحية الترهيب والتهجير لن تنجح. نحن بإذن الله تعالى صامدون، وإحنا بخير بإذن الله تعالى، بحول الله وقوته والله معنا. لكن طمنونا عن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، هل أنتم بخير يا أختي الكريمة؟ أين أنتم يا أختي؟ يا أخي أين أنتم؟ لا تعدى تتركوا الميادين، اعتصموا في الساحات، اطردوا السفراء. يا أخي الكريم مرة ثانية بنقولكم، كولومبيا ليس عندها نخوة أكثر من العرب، ما في شيء أكثر من قادرين يدخلوا مساعدات إنسانية على غزة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور صويب الهمس، مدير المستشفى الكويتي من قطاع غزة.